الإمارات. نحن في خدمة المواطن حجية. والمواطن في خدمة المسؤول دوما. أريدك حجية تكونين مشرفة على توزيع الهدايا. يمه تريدني أصير نصبة؟ أشو إحنا بالصيف ووزع بطانيات. هسه لو جايب بنكات مهاف قالب ثلج هم كان ينفع. لا ما يصير إلا بطانيات، لأن البطانية ما بيها إكسباير، ثم أنها أعطت مفعولها السحري بالانتخابات السابقة. مفعول سحري؟ إي ما تشوف مفعولكم السحري قلب حياتنا قلب، خلانا نباوع التفلح حسبالنا فلس. لا حجية، الدورة الجاية راح تختلف جذرياً عن الدورات السابقة. كلهم قالوا هيج، يجون حافين ومن يصيرون وبعدهم ما قالوا بسم الله يركبون جكسارات. هاي النظرة التشاؤمية حجية. ليش؟ وانت شلون شايفها؟ أنا أشوف أن وضعكم تغير، هسه أنتم بظل نظام ديمقراطي مبني على أسس ديموغرافية نابعة من تراسبات منطقات من تراكبات برانية، وهي مزيج من كينونات لا ورائية خالصة، فضلاً على أنها مشكات نورانية للأنفس المتعمقة في جذور تاريخنا العتيد المبني على فوقانيات مطلقة. هاب 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 عمي هاب كالضبريت، شنو هالتمسلت؟ عمي إذا تريد تتفلسف اتفلسف بعيد، ترى الناس هنا مفتحة بالتيزاب مو باللبل، فضلا عن إننا نتوق إلى عالم تخيلي مرده إلى منعكفات الواقع الخرافي المتمسلت. عزل عزاك خليتني أمسلك مثلك. حجية أخذوا هاي البطانيات وانتوا ما راح تخسرون شي، هي ورقة ولبوها بالصندوق. انت تشوفها ورقة وما راح نخسر شي. شوف استاذ ها، لو اسميك حجي احسن، لان كل شي تغير عندنا وصار كل ما يجي يسمي اسمه حجي. المهم شوف الورقة اللي تحكي عنها، هاي مو ورقة بسيطة، هاي عمرنا نلبه بالصندوق، مستقبلنا ومستقبل عيالنا نلبه بالصندوق. اذا انت تشوف احنا ما راح نخسر شي ودعتك راح نخسر وطن، كنا نحلم ان يكون وطن من صدق مو وطن مليان حرامية. حجية هذا كلامش خطير جدا. خطير فطير، ماكو ورق، احنا كل شي ما يعبر علينا. بس تعال اقلك اشو صورتك باللافتة اقرع، ما عندك شعر، وهنا عندك شعر، شنو القضية؟ هم سويت لك عملية تجميل، زرعت شعر بروس الفقراء. حجية انت ما تنقدرين، لو اكو بعد كم واحد مثلك ما راح نربح. روح عبرها على الساقطين من امثالكم والناس تركض ورا مصالحها، بس مناطق الفقرة بالكم تجون وتعبرون. التوقيع حجية كشمشة.